ربعة المشاهد تبدأ الآن. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. ولي العهد في الهند رحلة تستهدف تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وبحث فرص الشراكة والاستثمار. مجلس الوزراء يوافق على سماع أقوال المتهمين في قضايا العنف الأسري. جهات حكومية تفعل توصيات القضاء على التستر التجاري وخطط زمنية لتطبيق وقياس الأداء. مشاهدينا أولى ملفاتنا الصحفية مع ثاني محطات زيارة ولي العهد الأسوية، حيث تؤكد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العلاقات القوية والراسخة بين المملكة والهند، والتي بدأت منذ أكثر من 8 عقود وتزداد قوة وتميزا بالاحتفاء الكبير الذي شهده ولي العهد منذ وصوله إلى نيودلهي. وتسعى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز العلاقة مع دولة تعتبر واحدة من أهم بلدان القارة الآسيوية، واقتصاديا هي أكبر سابع اقتصاد في العالم. ومشاهدينا، قبل البدء بمناقشة ملفاتنا الصحفية، دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الدكتور عبد الرحمن الحبيب، كاتب صحفي، حياك الله. يا أهلا، شكرا. يا أهلا بك، عودا حميدا. شكرا، منور الشاشة اليوم ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك. وأيضا مشاهدينا، ضيفي من الباحة مدير مكتب صحيفة عكاظ الدكتور علي الرباعي، حياك الله. الله يحييك ويحيي أستاذ الكريم الدكتور الحبيب. حياك الله أستاذ. والمتابعين الكرام، اليوم كل ضيوفنا دكاترة من العيار الثقيل الحلقة اليوم، وعزيز علينا والله. الله يسلمك. أبدأ معك يا دكتور عبد الرحمن. ولي العهد في ثاني محطاته في جولته أو زيارته الأسوية، ما أبعاد هذه الزيارة؟ طبعا هي زيارة تاريخية، وهي يعني نقلة يعني ننتظر، ورأينا يعني عقود ووقعت مذكرات تفاهم استثمارية كبيرة في مجالات التجارة والطاقة، فهي نقلة يعني من ضمن ما يقوده سمو ولي العهد محمد بن سلمان في رؤية المملكة 2030. هي تأتي في هذا الإطار في تنويع الاقتصاد، خلق فرص عمل جديدة وكبيرة، وهي ضمن كما أشرت في التقرير ضمن يعني علاقة تاريخية قديمة بين البلدين، تعود يعني تضرب في التاريخ. وبالنسبة للتاريخ الحديث، يعني بدأت مع فتح القنصلية الهندية عام 1947، ثم بعدها بضع سنوات تحولت إلى السفارة. العلاقة التاريخية قوية بين البلدين من ناحية اقتصادية ومن ناحية ثقافية واجتماعية. تعرفين لدينا في المملكة العربية السعودية حوالي من الجالية الهندية الكريمة حوالي 3.5 مليون. نعم. المليون يشاركون مشاركة كبيرة وبناءة في بناء الاقتصاد والمجتمع السعودي. وكذلك السعودية لديها أيضا تدعم الاقتصاد الهندي عبر سواء التحويلات أو عبر التبادل التجاري اللي هو يعني يصل لعشرات المليارات. وتعتبر الهند يعني بلد أساسي في الاستيراد والتصدير بالنسبة للسعودية، وكذلك بالنسبة للهند تعتبر. نعم. السعودية بلد أساسي. الاقتصاد الهندي كما وضح التقرير طبعا سابع اقتصاد في العالم، لكن الأهم من ذلك أنه متوقع قريبا قد يصل إلى ثالث اقتصاد في العالم، لأنه النمو سريع جدا. نعم. هو والاقتصاد الصيني اللي هي الرحلة إن شاء الله القادمة. فالبلدين هذين البلدين من أهم البلدان من الناحية الاقتصادية، ليس فقط في شرق آسيا، من أهم البلدان في العالم كله الآن.
فبالتالي العمل معهم وبهذه المشاريع الاستثمارات الخلاقة الكبيرة والواعدة المستقبلية يعتبر يعني ركيزة وأساسية ومن الرحلات المهمة لسمو ولي العهد لتنويع الاقتصاد السعودي وتفعيله وانتقاله لمرحلة نوعية متميزة. نعم دكتور علي، ولي العهد في ثاني محطاته الآسيوية، ماذا عن أبعاد هذه الزيارة وإلى أي مدى تؤسس جولة الأمير محمد بن سلمان العلاقات الآسيوية الاستراتيجية العميقة؟ هو من الحكمة كما يعني يقال ألا يوضع البيض في سلة واحدة. الدولة الحرة والمستقلة هي تعدد علاقاتها واقتصاداتها وشراكاتها أيضا استراتيجية، بحكم أيضا ما تعيشه من مرحلة تعتبر بثت يعني كما يقال روح الأمل والتفاؤل والتجديد في روح الدولة من خلال ما تبناه سمو ولي العهد من رؤية. هذه الرؤية تمثلت في عدد من المشاريع التي ربما الأسبوع الماضي فقط كنا في ثلاث ركائز أساسية تنقلنا فيها في عدد من المناطق والمحافظات، سواء في العلا أو في نيوم أو في أيضا ميناء الملك عبدالله الذي دشن. هذه المرحلة تؤكد فعلا أن المملكة دولة منفتحة كثيرا على جميع دول العالم، هي تبني اقتصادياتها وفق مصالحها وفق احتياجها أيضا ومتطلبات المرحلة. لا ريب أن الدكتور ربما بحكم أيضا تخصصه الفلسفي يعرف أن العلاقات بين الدول الكبرى التي لها تاريخ عريق ولها ثقافة أصيلة هي عادة ما تكون أميز العلاقات. نحن نعرف أن الملك عبد العزيز عليه رحمة الله والمهاتما غاندي كل منهما عاش مرحلة نضالية كبيرة، فهناك تشابه في مسألة الوحدة والاستقلال بين المملكة وبين الهند. هناك أيضا ما يمكن تسميته الثقافات، سواء ثقافة الإسلام هنا والثقافة التي تقوم على التعددية في الهند. الشراكة مع الدول ليس فقط شراكة اقتصاد ومال، بل هي اشتراك أيضا في الثقافات، في مسألة التسامح والانفتاح على الآخر. ما شاهدناه البارح وما لمسناه من حميمية في الحكومة الهندية ورئيس الوزراء الذي كسر البروتوكول والذي أخذ سمو ولي العهد بالأحضان يؤكد فعلا أو يعطي صورة عن مكانة بلادنا وقيادتنا عند جميع الشعوب والدول الحضارية والتي سبقتنا بمراحل في مسألة بناء دولها وأوطانها. الدكتور عبد الرحمن، هل يمكن القول بأن زيارة ولي العهد ستنقل الشراكة الاستراتيجية ما بين الهند والمملكة إلى مستوى مختلف ومستوى يكون أبعد في المستقبل؟ يعني هذا هو المأمول والمتوقع وما أشار إليه سمو ولي العهد، أيضا ما أشار إليه الدكتور رباعي، يعني نقل الحوار بأسلوبه الأدبي الحصيف إلى نقطة الانفتاح في يعني بين الثقافات والحضارات، والحضارة الهندية تعتبر طبعا من أعظم الحضارات اللي ظهرت في التاريخ، وكذلك الحضارة الإسلامية العربية اللي ظهرت في الجزيرة العربية تعتبر من أعظم الحضارات. فهذا التلاقح الجميل اللي رأيناه أيضا سواء في الصور، يعني الجانب الثقافي اللي أشار إليه الدكتور الرباعي ممكن أيضا يشير إلى التلاحم، يعني هذه العلاقة الوطيدة طوال هذه الفترة الزمنية التي لم يشوبها شائبة تأتي هذه الزيارة لترسيخها. إذا أضفنا طبعا القاعدة الأساسية بيننا هي المصالح الاقتصادية، يعني المشاريع ذكر سمو ولي العهد أنها تصل إلى تقريبا 100 مليار استثمارات متبادلة بين البلدين، وما ستفتحه من آفاق في فرص العمل، وأيضا مشاريع مهمة جدا، نقلة مهمة في الطاقة، مشاريع الطاقة. نعم. سواء الطاقة الشمسية أو غيرها، هذه نقلة مهمة للغاية. فيعني المتوقع ان شاء الله والمرجو والمأمول انه سيحدث، يعني كل هذه يعني عباره عن نقله نوعيه ومميزه وتاريخيه. دكتور علي، لو نتكلم عن الجانب الامني، ماذا يضيف تعزيز التعاون الامني بعدا في العلاقات الثنائيه بين الهند والمملكه؟ الهند من الدول التي حقيقة سجلت حضور لافت على المستوى التقني، ونحن نعلم أن العصر نفسه الذي نحن فيه اليوم عصر رقمي بامتياز. كثير من دول العالم يعني تأتي لتقيم مصانع
كبرى في الهند بحكم يعني وفرة الأيدي العاملة المؤهلة وأيضا المهارة التقنية في هذا البلد. نحن أيضا نؤكد على أن عديد من مشاريعنا التي تقوم سواء في نيوم أو في العلا هي لا زالت بحاجة حقيقة إلى شراكات فاعلة مع ما يمكن تسميته القوة الاقتصادية الناعمة بحكم ارتباطها كما ذكر الدكتور بطريق الحرير الذي هو طريق تاريخي لهمزة أو همزة وصل كبرى تاريخية بين منظومتنا نحن في الجزيرة العربية والخليج العربي والمنظومة الآسيوية. هذا الانفتاح على هذه الدول طبعا ليس جديدا حتى لا يذهب البعض إلى أنه نحن نقيم علاقات لأول مرة، علاقتنا وطيدة وهناك اتفاقات شراكة سابقة. هذه الرحلة وهذه الزيارة لسمو ولي العهد هي تعزيز لما سبق وأيضا فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والأمني والاستثماري. والهند كما قلنا هي بلد تعدد حضارات وثقافات، نحن بحاجة فعلا إلى هذا الانفتاح لأن كما نعلم الإسلام يحمل روح التسامح والانفتاح على الآخر. إن شاء الله مردود الاقتصاديات أو الشراكات سيكون بإذن الله مثمرا للبلدين وأيضا هذا نعم. يعزز بإذن الله ما نحن بصدده من تحولات وطنية. دكتور عبد الرحمن، وش الرسالة اللي يبي ولي العهد أنه يوصلها من خلال هذه الزيارة؟ الرسالة الأساسية المباشرة هي تفعيل كل الاستثمارات الاقتصادية والأداء الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. أنتم ترين مثلا رؤية المملكة 2030 لو ألخصناها بجملة بسيطة قلنا هي تنويع الاقتصاد السعودي وزيادته، يعني زيادة الإنتاجية وفعاليتها. إذا لخصناها بهذا الشكل تأتي زيارة سمو ولي العهد تأتي في هذا السياق. رقم واحد هي السياق الاقتصادي، نعم. ودعم طبعا في مسائل السياسية يعني بين البلدان، يعني المواقف الهندية والمواقف السعودية متقاربة في أغلب القضايا، بالتأكيد في محاربة الإرهاب كل البلدين يقفون بقوة. تأتي في القضايا أيضا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. الهند أكبر عدد مسلمين ترى بالعالم، الدولة هي رقم واحد تليها إندونيسيا، فهذا الجانب الثقافي مهم جدا. أكبر عدد حجاج يأتي إلى السعودية من الهند، فموقع الموقع بين البلدين يعني فيه تميز كبير جدا. هذه نرجع لسؤالك عن الرسالة، هذه الزيارة تأتي لترسيخ كل هذه النقاط. دكتور علي، يشكل الإسلام رابطا حضاريا قويا بين السعودية والهند نظرا إلى كون الهند تضم ثالث أكبر عدد المسلمين في العالم كما ذكرت قبل شوي دكتور عبد الرحمن، هل برأيك سيكون لهذه الجولة دور محوري مؤثر في مسار علاقات المملكة في مختلف المجالات؟ بلا ريب، أنه نحن نعلم أن المملكة ارتباطها الآسيوي وبالهند تحديدا يعني يقوم على مراعاة يعني فعلا هذه الأعداد الكبيرة من المسلمين. وأيضا كما نعلم أنه سمو ولي العهد كان حريص فعلا على أيضا تنقية الأجواء بين باكستان والهند، لأن نحن كما نعلم أن هذه المنظومة تاريخيا هي منظومة حميمية لنا، والعاطفة الدينية لدى هذه الشعوب أو هذه الدول المسلميها هي عاطفة عالية جدا. حتى الذين يدينون ربما بديانات أخرى نجد أنهم يحترمون كثيرا الإسلام وأهله ويتعاملون بروح متسامحة وخلاقة. نحن أيضا لدينا أعداد كبيرة من الجالية الهندية وهي أيضا تتمتع بثقافة راقية جدا، شأن أيضا الثقافة يعني أو الجالية الباكستانية، يعني هي من العمالة التي ربما منتجة والتي أيضا قليلة أو نادرة الإشكالات، ما يؤكد على أن كل من يأتي إلينا من ثقافة راسخة وقيم هو بدون شك إضافة لبلدنا ونحن نستفيد منه. وأيضا هذا يؤدي لمزيد من يعني الوحدة والتلاحم، كلما شاركت أحد في اقتصاده وفي ماله فأنت بدون شك تشاركه في أمنه وأيضا في الذود عن وطنه، وهذا مفهوم كبير جدا لأن المحافظة على المال
هي محافظة على الأرواح ومحافظة على تنمية الأوطان، وهذا هدف استراتيجي للشراكات مع الدول الكبرى. قبل أن ننهي هذا الملف مشاهدينا، حديث الأرقام دائما ما يكون عكس أو عاكسا لعمق العلاقات بين الدول. نتابع مشاهدينا مسار العلاقات السعودية الهندية بالأرقام ونعود. ومشاهدينا إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث قرر مجلس الوزراء أمس الثلاثاء إجراء تغيير على مادة في نظام الإجراءات الجزائية خاصة بالمتهمين في قضايا العنف الأسري، ونص القرار على إضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، بحيث يكون سماح أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة عند الحاجة. دكتور عبد الرحمن، ما أهمية هذا القرار، وخاصة أن نسبة العنف الأسري في تزايد في المملكة؟ يعني أهميته يعني واضح جدا، أنه قضية ذوي الخبرة في المسائل النفسية أو الاجتماعية، خاصة الاجتماعية، يدركون أنه هناك بعض الإشكالات قد تأتي من ظروف اجتماعية أو اقتصادية. يعني نحن في السابق في المجتمعات السابقة، مجتمعات واحاتية صغيرة أو نعم. أو بدوية أو قروية، كنا نقول يعني كلنا عيال قرية، كلنا يعرف أخيه. صحيح. إذا حدثت مثل هذه الإشكالات، كان المجتمع اللصيق والمحيط متقارب ويحلها بشكل ودي وسريع. المجتمعات الآن في المملكة العربية السعودية نمت بشكل سريع جدا، أصبح لدينا مدن فيها تعقيد وتطور في الحياة، في تنوع هائل، اختلاف في وجهات النظر، اختلاف ثقافة، اختلاف في العمل، اختلاف في التخصصات. في السابق كان تخصص تخصصين تلاقين في القرية كلها، ربما كلهم مزارعين أو ربما كلهم رعاة وهكذا. هذه التعقيدات تتطلب أنظمة وقوانين جديدة، حدثت هذه الأنظمة والقوانين الجديدة ويتطلب تطويرها. من ضمن التطوير يأتي الآن قضية أنه يكون مختص هناك اجتماعي أو نفسي له خبرة، يعني مشارط أنه من ذوي الخبرة، يعرف أبعاد الإشكالات. أحيانا قد تكون إشكالات اقتصادية، أحيانا اجتماعية، أحيانا اختلاف اجتماعي بين الفئتين، أحيانا نفسي، أحيانا إشكالات في نفسية، يعني لدى المعنف أو صاحب العنف. صحيح. اللي قام بالعنف، أحيانا قضايا أيضا ربما يحدث فيها قضايا إدمان أو مخدرات أو غيره، هذه تعالج بطرق ربما تكون يعني علاجها أفضل من يعني حلول أخرى قد تكون نظامية أو عقوبات. نعم. إلى آخره. فأعتقد هذا إدخال هذه المادة مهمة، هو تطور مهم في سلسلة متطورة، لأنه احنا لو تلاحظين هو كل ست شهور، سبع شهور، سنة، سنتين، يحدث بشكل مستمر تطوير النظم في مواجهة العنف الأسري.
فهذه أعتقد يعني نقطة إيجابية للغاية. نعم دكتور علي، هل تعتقد بأن هذا القرار يعزز أكثر دور الأخصائي النفسي أو الاجتماعي؟ يعني يعزز دور التخصص أكثر برأيك؟ طبعا نحن نحمد لمن يعني تبنى مثل هذا القرار، ويعني على رأسه مجلس الوزراء. نعلم أنه أي نظام في العالم، أي نظام قابل للنقد والمراجعة، هو نظام قوي وليس ضعيف. أنا كتبت الأسبوع الماضي مقالة، حقيقة السبت الماضي كتبت مقالة عن الاستعانة بالأخصائي النفسي في قضايا التحقيق، في جميع القضايا التي نحقق فيها. لماذا؟ لأنه مع شديد الأسف أحيانا المحقق أو النيابي عادة لا ينظر إلى الحالة التي يكون عليها مثلا المتهم في قضية ما، أو الجاني أو الجانح. فوجود الأخصائي الذي يفسر لك الحالة هو يضعك أمام طبيعة هذه الشخصية، لأنه الهدف شرعا من العقوبات ونظاما الهدف أنه يؤدب هذا الشخص الذي ارتكب المخالفة. إذا كان هو يعاني من حالات فصام أو ربما جنون عظمة أو اكتئاب حاد، العقوبة لن تكون مفيدة. يعني حتى مسألة بقاء ربما في السجن فترات طويلة، أو مثلا إنزال عقوبة جسدية أو بدنية عليه، لن تكون مفيدة، بل ستزيده سوءا وربما يخرج أكثر عدوانية. نحن عندما نستعين بذوي الاختصاص، وهذا موجود في كل العالم تقريبا، أنه دائما يوضع المحقق أمام الصورة الطبيعية والحقيقية النفسية والجسدية لهذا الجاني أو المتهم، حتى يمكن التعامل معه، وبعد ذلك القضاء ينظر إليه وفق ما مسألة العقل. لما نحن نقول أنه لا يقام الحد إلا على بالغ وعاقل، كذلك يضاف لها، لأن الشرع يتحمل مثل هذا، أن يكون أيضا سليما نفسيا. نعم. والعقوبة تكون صالحة له، أو تأهيله نفسيا واجتماعيا حتى يعود إنسان سوي. نعم مشاهدينا، وصلنا إلى آخر ملفاتنا الصحفية، حيث بدأت الجهات المشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتوحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي، حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج، مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه. دكتور عبد الرحمن، التستر التجاري يعتبر من الملفات الشائكة في المملكة على مدى سنوات طويلة. وش الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا التستر؟ يعني كان في البداية مع الطفرة، أو هذه أنا أعتقد من ضمن الأسباب العوامل. في البداية مع الطفرة كان هناك يعني شيء مفاجئ لنا في منتصف السبعينات، هذا النمط الاقتصادي والطفرة الاقتصادية والاجتماعية، فالنظم لم تستطع اللحاق بسد كافة الثغرات. فحدثت أنه كان في سهولة استجلاب العمال، وكان ببساطة يتأخذ منهم مثلا راتب شهري ومقطوع شهري وتتركهم يعملون كما شاءوا. فتراكمت المسألة إلى أن وصلت لهذه الإشكالية قبل يعني عدة سنوات، أو عدة يعني عقدين أو ثلاثة، أصبحت صعبة، يعني مشكلة كبيرة. بدأت النظم والمواجهات لها، بدأ الملاحقة ومكافحة، والآن هذه من ضمنها أنه وضع منظومة متكاملة. يعني البيانات توضح أنه السنوات الأخيرة زاد الكشف عنها أكثر من 4 أضعاف، وهذا طبعا مهم جدا الآن مواجهته، ونستطيع أن نلاحظه بعيننا في الشوارع، وهذا تغيرت صحيح. المسائل بشكل كبير جدا يعني صحيح. فهذا طبعا يعني أحد أهم إيجابياته، أنه طبعا سيقضي على ما يسمى الاقتصاد الخفي، أنه هناك يعني اقتصاد يتحرك لا تعلم أنت. نعم. لا تفضل. نعم أعتذر عن المقاطعة، لكن للأسف الوقت داهمنا. سؤال أخير دكتور علي في هذه الحلقة، هذا البرنامج يعمل على تمكين الشباب السعودي من العمل في القطاع الخاص بشكل أكبر، حدثنا عن هذا الجانب لو سمحت في أقل من دقيقة. والله أنا أقول مهما وضع من أنظمة وتشريعات لن تكفي، لأنه لدى البشر قدرات على التحايل وعلى كسر الأنظمة. تتطور الذهنيات الشيطانية بقدر تطور الوعي والعلم والتكنولوجيا.
أتمنى أن يكون حسنا الوطني عاليا في هذا المجال، لا تكون نظرتنا كما يقال مثل الدجاج نظرة بين رجولها، إنما تكون نظرة بعير، والبعير عندنا قيمة عليا، أن ينظر الإنسان إلى ما يترتب على التستر فعلا من يعني فعلا إساءة للاقتصاد الوطني، وكم يحول من يعني عملات صعبة خارج وطننا. فنحن كما يقال يعني جحا أولى بلحم ثوره، نحن أولى بأن نعمل في قطاعاتنا وأن نستثمر، ولا نحرم هذا الوافد من خلال أنظمة، يعني أن يكون له راتب شهري وأن يعمل معنا. نحن نرحب بالجميع ونستقطب جميع الاستثمارات بكل رغبة صدر. جميل جدا. مشاهدينا، هذا كل ما لدينا من ملفات صحفية في هذه الحلقة. ختاما أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، ضيفي في الاستديو الدكتور عبد الرحمن الحبيب كاتب صحفي، شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. وأيضا ضيفي من الباحة مدير مكتب صحيفة وكاظة الدكتور علي الرباعي، شكرا لك وعلى روحك الجميلة. العفو. شكرا الأول والأخير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، أتمنى لكم متابعة ممتعة مع بقية برامج الإخبارية. إلى اللقاء.